الأعزاء، في بداية هذه الفقرة تحدثنا أنه أيضا يعني سنتحدث عن الموضوع من ناحية الأدب والشعر وأيضا الموسيقى والفن الفلسطيني، كيف يتعامل مع القدس كأيقونة ثابتة وأساسية أيضا في الفن الفلسطيني. وعن هذا المحور ستنضم إلينا عبر الهاتف الفنانة الفلسطينية سناء موسى، التي من المخطط أن تقيم حفلا خاصا من أجل القدس في القدس يوم الأربعاء. سناء، يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح المستمعين. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني كفناني فلسطيني، كيف ترين هذه الأزمة تلقي بظلالها على الفن الفلسطيني؟ هذه واحدة من الأزمات، طبعا أزمة صعبة، القرار بحد ذاته قرار غير مفاجئ بالمرة، بس بعتبره خطوة واضحة واستعلائية فيها كمان مرة تذكير بنكران وجحود حق الشعب الفلسطيني على أرضه. وطبعا هذا يعني من مميزات الاستعمار، ويعني مش شيء غريب بالنسبة لنا، شيء كثير واضح تحليله جدا بسيط. دائما المستعمرين بتماهوا وبتماثلوا مع بعض، فبالتالي أمريكا أو الحكومة الأمريكية أو الاستعمار الأمريكي في تلك القارة اللي عمليا ذبح وقتل الهنود الحمر وأبادهم بالكامل، من الطبيعي أنه يتماهى مع المحتل الإسرائيلي اللي أيضا دمر وقتل ويحاول أنه ينفي أي صفة عربية أو فلسطينية عن أرض فلسطين، عن أرض كنعان اللي إحنا عمليا عايشين عليها آلاف منذ آلاف السنين. إحنا شايف أنا شايفتها كمان أزمة بالنسبة لنا بشكل يومي. عمليا الفنان الفلسطيني بيواجه هاي المقولة، عمليا هي مقولة انه انتم مش من هاي البلد، الارض مش الكو، وانتم هنا مجرد ضيوف، واحنا يعني هيك اذا بدي احكيها بشكل باللغة العامية يعني محملين جميل انه ما زلنا عايشين بقرانا اللي تشبه الان تشبه المخيمات عمليا والكنتونات. فاحنا عمليا منحاول من خلال تذكير أنفسنا بأنفسنا، من خلال تقديم تراثنا الفلسطيني اللي تعود أغاني إلى مئات السنين، بل في بعض المقطوعات في هناك بعض العناصر اللي تعود إلى الحضارة الكنعانية أساسا، أنه نذكر أنفسنا بأنه الاحتلال إلى زوال، مثله مثل بريطانيا، مثله مثل الاستعمار العثماني أيضا في أرض فلسطين، أو الحكم العثماني بأرض فلسطين ولو أنه كان امتداد للدولة الإسلامية وقتها، وإلى آخره. منذكر بريطانيا كاستعمار، منذكر أطفالنا ونسائنا ورجالنا بتراث فلسطيني الجميل، بالحياة الجميلة البسيطة اللي كان عايشها الإنسان الفلسطيني على أرضه. بالنسبة لنا هذا تحدي. وإذا بدي أطلع على الموضوع من جهة أخرى أو من زاوية أخرى، فأنا بشكر، أو خليني أقول هيك، أنا سعيدة جدا قديش مؤلم إلنا اللي عمال يصير في وطننا فلسطين وفي الوطن العربي بشكل عام، مش بس بالوطن العربي، ولكن مهم، هاي مرحلة مهمة ومفصلية جدا حتى نشوف الحقيقة بدون أقنعة وبدون يعني تخفي وراء الخطابات المميعة والدبلوماسية اللي ما بتستطيع تفهمي منها إشي أساسا. فأنا لا، خلينا نشوف الأشياء على طبيعتها، على حقيقتها، ونتعامل مع الوضع. نحن شعب تحت احتلال، وإحنا شعب احتلال تحت احتلال يقاوم بالمقاومة الشعبية، بالفن، بالكلمة، بكل ما أوتي من قوة وطاقة. صحيح. وسناء، بدون شك مثل ما أنت ذكرتي، يمكن واحد من هيك الأدوات اللي يزيل الأقنعة في هذه القضية هو الفن. وبعيدا عن الشعارات، حضرتك فنانة فلسطينية ملتزمة، اللي احنا بنعتز بكيفية نقلها لهاي الرسالة والقضية على كل منابر العالم والعالم العربي، ولأنه احنا نعول على النضال الشعبي. سؤالي لحضرتك، من تواجدك حول العالم في الأشهر الأخيرة، كيف عم بتشوفي التفاعل مع الفن الفلسطيني، ويمكن إدراك هاي الرسائل الوطنية اللي عم بتمرريها من خلال فنك الملتزم؟ زي ما قلتي، احنا عمليا ما عم نتعامل مع شعارات اللي انا قدمته، عمليا تحليل بسيط للواقع كيف ما انا بشوفه بطريقتي البسيطه.
الناس شايفه، الشعوب مش اقول متعاطفه لانه يعني احنا ما بنتعامل مع نفسنا كضحيه، احنا بنتعامل مع نفسنا كاسياد في هاي البلد، كناس كمواطنين اصليين في هاي البلد، والناس فعلا عم بقي شايفين الحقيقه بذاتها. طبعا توازن القوى بكل محل هي بالاخر اللي عماله بتبين في الاعلام وفي الصحافه. يعني مرات كثير احنا بنشوف عمليا بنتفاجأ من ردود فعل الشعوب اللي هي فعلا بتحب ومتماثلة وحاسة بالوجع الفلسطيني وعم تتفاعل فعلا مع المواد اللي احنا عم نقدمها. والشعوب بالآخر أحزانها وحدة، همومها وحدة. وبقول لك إنه نفس الأغاني اللي إحنا بنغنيها اليوم هم بفلسطين اللي مثلا جاءت من فترة الثورة ضد الإنجليز، ممكن تلاقيها في المغرب العربي، في تونس تحديدا، تغنى بنفس المفردات لكنها تغنى ضد الاحتلال الفرنسي آنذاك. فبالتالي هالقد في ترابط، هالقد في تفاعل مع الأشياء اللي إحنا بنقدمها، والحقيقة واضحة. الحكومات بتصرح بشو بفيد مصالحها بالآخر، بس الشعوب شايفة وحاسة وعارفة شو عمال بيصير. الشكر لك على هذه المداخلة الهاتفية، كنت معنا الفنانة الفلسطينية طبعا سناء موسى. يوم غد أيضا ستقيمي احتفال خاص من أجل القدس، في القدس نذكر بذلك.